بطل بقى. عبودة ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معايا يا عبودة. ماشي، انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل، حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه، وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه، الله يفتح عليك. خير على فين؟ يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدا. ياما نفسي يا عماد اشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. ان شاء الله لما اروح السجن ابقى ازوره. طب يلا يا رجاله بقى والنبي. اتفضل ابو كمال. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه باير. كلها خساره يا عماد بيه. خساره ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره. قال يا راجل الخساره كلها اهي. هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم حماد. ايه؟ انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه؟ انا خايف من رحيم. اشمعنى؟ اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرس ده ومش هيسيبنا. وبعدين؟ بعدين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم، انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده؟ انا بحب الميه الساقعه جدا، تصدق؟ جري يا عم عماد، تعالق الراجل ليه؟ انت خايف يعني ان رحيم يفهم ان ده مغرس؟ سهله. احنا بقى نقلب عليه الترابيزه. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ بص يا سيدي، انت تروح له وتمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايا، وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي تمام. قطمني يا سيدي. ألف مبروك يا كمال. ايوه هشام. ايوه يا رحيم. ايه؟ الحكومة هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبودة. مسكوا عبودة والرجالة. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاج هدايا. ايوه اعمل زي ما بقول لك. انا هكلمها دلوقتي. بسرعة قلنا يا رحيم، بسرعة بسرعة. فيه الحكومة عملت كبسة على هشام وعبودة، بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعة. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح استخبى عند الحاج هدايا. خلينا نخلص الشغلانة اللي احنا جايين لها دي. ايوه حاجة.
معلش اسف صحتك من النوم. بقول لك ايه روبي، روبي. نعم. انا اسف، ما تزعليش من اللي قلته. مفيش ام تزعل من ابنها ابدا روبي. كنت عايز اقول لك على حاجه كده. طول عمري نفسي اقول لك يا ماما، بس بصراحه لما بشوف حلاوتك وطعمك بس يا واد انت عارف كل مره بتقولي روبي فيها بسمعها كانك بتقولي يا ماما في ودان. انا قاعده بتكلم معاك ليه؟ انا زعلانه منك اصلا. الله، هو انا مش لسه مصالحك؟ ده انت مش بس عايز تسيبني وتسافر، ده انت كمان رايح تقول لرحيم قبل مني انا في حد يخبي على امه حاجه زي دي. وازاي اصلا اهون عليك تسيبني وتسافر؟ ازاي يا ستي؟ ده لسه مجرد تفكير، انا ما خدتش قرار. وبعدين انا كنت زعلان من اللي عمله سيد وانت ما رديتيش عليه. مهما كان اللي بينا، مهما كان اللي حصل، لازم تيجي وتحكي لي برضو يا زياد. يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت راجل زي القمر، وبعدين في الاخر عمتك تيجي تاخدك على الجاهز. طب افرضي دلوقتي جالي عقد عمل بره، مش هتخليني اسافر؟ لا طبعا. ايوه طبعا. تسافر ايه وبتاع ايه؟ انا اللي هشغلك، وانا اللي هختار لك عروستك، وانا اللي هجوزك واربي عيالك، واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومك. تقول لي اسافر بره؟ بره ايه وبتاع ايه يا ستي؟ انا لسه ما خدتش قرار زي ما قلت لك، والله مجرد تفكير. ما تفكرش اصلا، الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه. انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني؟ ازاي؟ انا مش قادره افهم. اذا كنت انا مش قادره اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد، انت عايز تسيب البلد كلها؟ طب ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش انا ممكن يجرالي ايه من بعدك؟ انا مش هسافر واسيبك حبيبي. حبيبي ونور عيني كمان. سبت عماد بره الفيلا، دخلت لقيت رحيم جوه، والاتنين بيطلبوا مني نفس الطلب في نفس الوقت. الاتنين عايزيني. وانتي عايزه ايه؟ ساعات بحس ان الاختيار سهل، حتى مش محتاج تفكير. عشان بتختاري بقلبك؟ انا بكره الكلام ده، كأن الانسان بقى اتنين، قلب وعقل. مفيش حاجه اسمها كده. في انا عايزه ايه؟ قلبي وعقلي حاجه واحده بس اسمها داليا. داليا، انت بتفكري بعقلك زياده عن اللزوم. علشان مش شايفه الفرق. العقل والقلب واحد. العقل بيستقبل المشاعر والافكار، والقلب بيدق على اساسه. يعني لو العقل كره، القلب مش هيدق، ولو العقل حب، القلب هيدق. عشان كده انا مش شايفه الفرق. طيب بص يا ستي، المقصود بالقلب والعقل هو الفرق بين واحد بيفكر في كل حاجة وبيحسبها بالورقة والقلم. الناس اللي بتحسبها بالورقة والقلم بيفكروا في كل تفصيلة، والناس التانية اللي بتمشي ورا قلبها من غير ما تفكر. الناس بقى بتختزل كل ده في جملة واحدة، صراع القلب والعقل. وانتي واحدة من الناس اللي بتحاول تصدر انها بتفكر بعقلها طول الوقت بتحسبها، بس انا عارفة كويس انك بتمشي ورا مشاعرك اكتر ما بتحسبيها. ولو قلت لك اني مش بحب مشاعر؟ طب انت سامعه الجمله اللي بتقوليها؟ سامعه.